جديد في الملحق الاقتصادي. الآن نتابع أهم الأخبار الاقتصادية بباقة مختصرة. أوصت مجموعة HSBC المصرفية بشراء أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك بالأسعار الحالية، وقالت إن سعرها المستهدف يبلغ 155 ريالا. جاء ذلك في تقرير أصدرته المجموعة أمس بمناسبة إعلان شركة سابك شراء قطاع البلاستيك في جنرال إلكتريك بقيمة 11 مليارا و600 مليون دولار. أكدت دراسة لمجلس الغرف السعودية أن المنشآت السعودية دخلت بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى حلبة جديدة تفرض عليها رفع مستوى التنافسية مقابل المنافسين الآخرين، وأنه الخيار الوحيد إن أرادت البقاء في السوق ومواصلة نموها في ظل الحرية الاقتصادية وعضوية المملكة في المنظمة. حسب إحصائية وزارة الطاقة الأمريكية، فإن الطلب العالمي على النفط سينمو بنحو 5 ملايين برميل يوميا في غضون 3 سنوات، لكن ارتفاع أسعار الخام سيقلص حصة النفط من مجمل استهلاك الطاقة العالمي على مدى عقدين. ويتوقع نمو الاستهلاك العالمي من النفط بنسبة 1.4% سنويا ليصل إلى 117 مليون برميل يوميا عام 2030. تشير إحصاءات دائرة الطيران المدني بدبي إلى أن إمارة دبي استثمرت ما مجموعه 82 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية للطيران، منها 33 مليار دولار في مشروع مطار دبي في منطقة جبل علي، بالإضافة إلى مشروع دبي الفضائي بتكلفة 15 مليار دولار. هذا وتبلغ تكلفة تطوير مطارات العالم 50 مليار دولار، منها 12 مليارا ونصف المليار دولار في الإمارات. في جريدة الشرق الأوسط نقرأ: الإمارات تقطع الطريق على تكهنات بشأن تحرير عملتها أمام الدولار. وكتبت الصحيفة أن الإمارات تدرس موقفها من الانضمام للعملة الخليجية الموحدة المرتقبة. ونقلت عن الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قوله إن الإمارات ستتحفظ إذا رأت أن توحيد العملة الخليجية سيؤثر سلبا على اقتصادها، لكنه أكد أن قرارا بهذا الشأن لم يتخذ حتى الآن. ومن جهته خرج المصرف المركزي الإماراتي عن صمته أمس، حيث صرح محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه ملتزم باستمرار ربط العملة بالدولار الأمريكي بعدما أربكت الكويت خطط الوحدة النقدية الخليجية بتخليها يوم الأحد عن سياسة ربط العملة. وقال السويدي إن الإمارات ملتزمة بقرار قادة الخليج في الإبقاء على ربط العملات بالدولار عند سعر ثابت. واتجهت الإمارات إلى تحويل جزء من احتياطاتها الدولارية إلى اليورو منذ العام الماضي، عندما قال البنك المركزي أنه يعتزم تحويل 10% من هذه الاحتياطات لليورو. وتشير تصريحات السويدي إلى أن الإبقاء على قرار الارتباط باليورو هو قرار سياسي أكثر منه اقتصادي. وأعود إلى ضيفي من القاهرة الأستاذ حمدي البصير. أستاذ حمدي، تفسيرك لهذه الإشارة الأولى الصادرة عن أحد صناع القرار في الإمارات الشيخ محمد بن راشد المكتوم يعني بشأن العملة الخليجية الموحدة تحديدا، هل يعني ذلك بأن مصير هذه العملة الموحدة بات صعبا بعض الشيء؟ الحقيقة العملة الخليجية الموحدة التي كان من المتوقع أن تبدأ عام 2010 أي بعد أقل من 3 أعوام من الآن، لا نستطيع أن نقول كلاما يبشر بالخير بعد الارتباك الذي حدث بين بعض دول الخليج بخصوص هذه العملة. وأنا يعني أرى أن الإمارات قد تتخذ قرارا صائبا في هذا الأمر بعيدا عن العواطف، لأن الاقتصاد لا يعرف لغة العواطف ولكن لغة المصالح. استمرار الإمارات بالارتباط بالدولار الأمريكي لعملتها ليس قرارا سياسيا ولكنه قرارا اقتصاديا أملته الظروف أو المصالح. ولكن الشرق الأوسط يعني اليوم رأت تغلب. في تصريحات محافظ المصرف المركزي الإماراتي السويدي أنه عن ربط الدرهم بالدولار بأنه مرتبط بقرار سياسي أكثر منه بقرار اقتصادي، هذا ما كتبته صحيفة الشرق الأوسط اليوم. الحقيقة لا نستطيع أن نفصل بين السياسة والاقتصاد. الآن السياسة مرتبطة بالاقتصاد والاقتصاد مرتبط بالسياسة، ولكن يعني أن تكون الإمارات
بعد هذه الطفرة الاقتصادية التي تعيشها تكون مرتبطة بدول أخرى. نعم هي دول خليجية وكلهم أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ولكن ليست كل هذه الدول يعني على مستوى اقتصادي واحد. ولكن أن ترتبط الإمارات بالعملة الخليجية في الوقت الذي فكت فيه الكويت ارتباطها يعني او استمرت بهذه العمله وفكت الارتباط بالدولار، كل دوله لها ظروفها. الكويت لديها الان فائض كبير جدا من العملات الاجنبيه وعلى راسها الدولار، وصل الى حوالي 22 مليار. فهذه الدول ارتبطت بالدولار منذ منتصف السبعينات، ولا تستطيع ان تستمر حتى نهايه العمر رغم تغير الظروف الاقتصاديه لهذا الأمر. فأنا أرى أن قرار الإمارات قرار صائب في أنها ترتبط في الوقت الحالي بالدولار وتفكر جديا في العملة الخليجية إذا يعني تعارضت مع مصالحها. فالإمارات على كل حال الشيخ محمد بن راشد قال بأن هنالك دراسات تجرى بهذا الشأن، وعند انتهاء هذه الدراسات سيتخذ القرار النهائي بشأن العملة الخليجية الموحدة وإبقاء ربط الدرهم بالدولار. لو سمحت لي أستاذ حمدي سننتقل إلى العنوان الأخير.